هن 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 جنب جنب اللواء عز الدين فضيل بوسعيدة مساعد مدير أمن شحاد ومكلف بالتفتيش والمتابعة ومكلف بمركز الفيدية، والنقطة هذه تابعة لمركز الفيدية. طبعا حدود مركز الفيدية حدود واسعة، من تبدأ من شحات لعند الوحات، ونحن توا الوقت في الصحراء وتبع الحدود مركز الفيدية. طبعا نحن العين الساهرة للحفاظ على الأمن. طبعا نحن من البارح ونحيي الروح الوطنية اللي في الرجال الشرطة، رجال مركز الفيدية تابع مديرية أمن شحات. نحن من البارح من أمس في العشية ونحن موجودين هنا في الصحراء. أنت عارف ضغط والحر وعارف كذا، ولكن نحن في سبيل الأمن وفي سبيل أن تكون ليبيا تنعم بالأمن مع قيادتها الحكيمة. عظوم الهجرة، عظوم تهريب كله، قريب 40 شخص مسكناهم تهريب وتم القبض عليهم في هذه الصحراء. والمشكلة اللي يشيلوا فيهم ليبيين، واللي نعانوا منها أخرى يشيلوا فيهم مكاتب. يعني هذا المفروض يراعوا الموضوع هذي، ونحن أول الهجرة هذه هي دمار. يخش عليك المجرم ويخش عليك اللي ماكش عارفه، وكذلك ما تعرفش كيف يعني. وناس من للاسف ان في نخبه من الليبيين تحمي فيهم، وتجي الواحد مش متحشم ويدافع عليهم ويتكلم عليهم، وهو ما عنده داخل عن طريق الصحراء داخل سلكاوي، من در عنه شنو سفته، من در عنه مجرم، من در عنه كذا. الموضوع هذا ياهينا. ما المفروض اخوتنا الليبيين والمواطنين بالذات يراعوا الموضوع هذايا ويحافظوا على امنهم وامن بلادهم. يعني نحن يوم من الايام مسكنا سوري من الجيش السوري، مسكناه هجره وتم سلمناه الاستخبارات العسكريه، عسكري وكان في الحربات وكان كذا، وقاعد يشيلوا فيه ويهربوا فيه. هذا كلام غير صحيح. وثاني مرة ننوه، نحن نبو من وزير الداخلية إمكانيات مركز الفيدية صحراء، وانت تشوف القراءة بظروف تعبان. يعني توا نحن مرات نبو نخشوا الصحراء ما عندناش كراهب جبد رباعي باش نخشوا الصحراء هذه بيه، ونحن لعند الوحات حدودنا. نبو من وزير الداخلية يراعي المسألة هذه ياهي بالذات في مديرية شحات ومركز الفيدية بالذات. أيضا موضوع البنزينة وقصة التهريب وموضوع تهريب الوقود، حفظ الله رجال وزارة الداخلية والقوات المسلحة للجيش الليبي على العمل والجهود الجبارة اللي قايمين بها من أجل حفظ البلاد وحفظ قوتها. كيف ما نشوفوا أفندي، يبدو لي انكم مسكين ناس تهرب في البنزين، يعني ايش تحكي لي عليه الموضوع هذا؟ والله تو للاسف ان تو تهريب البنزينه ويهرب تو موجوده الحمد لله البنزينه، والله في كل شيء تو متوفره. انهم يحطوا فيها مع عائلات. والله امس البارح في الليل طفل صغير حط له بنزين، يعني بصراحه منظر اول مره، هذا شيء خطير. يجب أن أي رب أسرة المحافظة على أسرته والمحافظة على السيارة والمحافظة على الأمن. موضوع الصحراء والشعودة اللي شوفوا فيها ونتابعوا فيها، طبعا الأفندي ذكر قال أنهم هم في إحدى نقاط التفتيش مسكوا مجموعة. ايش تحكي لي عليه يا أفندي؟ يوم من الأيام من مدة شهرين كنت دير استيقاف مع رجال الأمن في الصباح الباكر الساعة 5 في الفجر،
كت ساحرة معاها حجابات، معاها صور ناس، ومعاها أثار سحر، وكل المواضيع السحر كلن معاه. واستعانت أخرى بلجنة الأوقاف بالفيدية، وجو شافوا وقالوا هذا سحر وهذا كذا. للأسف أن حنا الموضوع للنيابة العامة، بالرغم أن جاءني تأثير عليها من ناس، والله ناس ما يعني غريبة أنهم يدوا عليها الساحرة هذه، يعني هي أجنبية ولا نقطع كلامك، أو ليبية مصرية تحمل الجنسية المصرية، والمشكلة ومعها الإثباتات كامل. وللأسف حلت الموضوع للنيابة، وللأسف الشديد ثاني يوم أطلعت مع الناس اللي جوني ويلوموا علينا، ما التمتش في الموضوع هذا، لكن بعدها أطلعت والموضوع عادي، والشيء هذا موثق مقاطع صور وفيديو، ومستعد نورون على الملأ وكأي حد، حتى خاطم الطريق يقول لك هذا ساحر. ولكن نحن عملنا لله أولا وثم للوطن، لكن نحن نبو من المحامي العام، من المدعي العام، أن الموضوع هذا ينوع عليه، ونبو النيابة التعامل والتعاون مع رجل الأمن، هذا شيء لا بد منه يكون في تعاون. والشيء هذا يا أستاذي مثبوت بالمقاطع الفيديو، أمتى ما تطلبون نعرضون. وتوه على الصبح حشيش حشيش بالبفرة بالحشيش فرج، يعني والله نعانوا. ونبو حتى وزير الداخلية يدعمنا بالإمكانيات بصراحة، والله أقسم بالله قاعدين ناو رجال الأمن من أمس قاعدين في الصحراء، وقاعدين ظروف صعبة، وتحقوا في الحال بروح. حتى تريلا والله حاجة تكون موجودة هنا في الحدود هذه، ياهي وهذين حدود مهمة، والمكان هذا ياهي توا من الطريق هذه ياهي تتبحر، هذه ياهي هذه تدخل على الفيدية من هنا، ومن هنا الحمامة وتنمنو، وهذه المخيلية ممكن 20 كيلو من هنا، يعني وحدود المنطقة هذه ياهي الفيدية حدود ساسعة بالكل، والصحراء وانت عارف، انت شوف الصحراء، هل تو هذه تدخلها سيارة كهذه، والله هل هنداية هذه ما تدخلش. نحن نبو كراهب معدات للشيء هذه، لان نحن نبو الدعم، وبارك الله فيكم ومشكورين. كيف تم ضبطكم وكيف تم دخولكم للأراضي الليبية؟ يا ريت تحكون نورونك، يعني كيف تم ضبطكم؟ والله انا جيت هل تبع مين الله اعلم، وقعدت فتره في المريو ونبي نعدل هالي، والله حتى ما عدل الظروف، يعني عندي شايب مريض ومعدل والله، وانا بقالي سنتين هنا. سنتين ما عدلت. حتى انت دخلت هلت؟ ايوه. معي جواز؟ عندك جواز؟ لا ما بطاقه. جيت تشاهدي اسمه موسى عدنان عبد الكريم بن موسى. كيف دخلت ليبيا؟ غنى بتهريب صهرة تيت. تهريب؟ ايه. عن طريق الصحراء كم يوم هكي و... لا بعد اسبوع زين دخل. بعد اسبوع؟ بعد اسبوع غشينا. غشينا يا ربي انا جينا غشينا جالو بعد ذلك. ايوه. وش اللي جبرك انك انت تخش هكي يعني بطريقة غير شرعية ليبيا؟ والله هذه هناك طيران، انت شايف ما مش طيران، لكن جينا بتهريب، جينا نترزقوا. كيف هنا؟ لا جينا بغربة وجينا نترزقوا في البلد. يعني انت جاي تبي تخدم وجاي تبي تسترزق هيك في وجهة نظرك؟ جينا نخدم نترزق. وليش مثلا مش بالإجراء القانوني مثلا؟ والله أول مرة فاتيك عندهم حاجات جينا قدامنا. في جهة فاتيك عندها أوراقات دهبر ما عندنا. هل مثلا ما حطيتش في بالك او في من باب الاعتبار انك انت معرض روحك للخطر، مثلا انك انت جاي مثلا من الصحراء هيك؟ والله جاي من الصحراء ده، جاي من الله بس. الله فين جاي؟ عرفني بنفسك. ماشي بقالي عام هنا، لما حبيت اجي ليبيا
يعني فانا واحد كلمني قال لي لو انت عايز تعدي ليبيا عادي، قلت له بدون جواز ينفع؟ قال لي ينفع، انا جيت معاه بس، لكن مش هتتكرر تاني. هل يركب بحوي؟